أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحوار الذي نجريه مع الأستاذ خالد الجهني. أستاذ خالد، انتهينا في الجزء الماضي إلى نقلك إلى سجن حائر، والتقيت بالعديد من السجناء، وهؤلاء معظمهم يعني كلهم نقول إما سجناء سياسيين أو حقوقيين. يعني ما أهم القصص التي استوقفتك في السجن لهؤلاء الأشخاص؟ هل فيهم مثلا أشخاص معروفون؟ يعني نعلم أنه هنالك العديد من الناشطين المعتقلين، وليد أبو الخير، راهب بدوي، القحطاني، قيادات جمعية حسم، معظمهم معتقلين في هذه السجون. يعني ما هي أهم القصص التي استوقفتك في السجن؟ في المرحلة التي سجنت فيها في الحائر وتنقلت فيها السجون أخرى، كان معظم من ألتقي به من المتشددين الإسلاميين، لأنه كوني أنا لا أنتمي لهذا التيار، فعقوبة لي كان يزجون بي معهم، لأنه لن يكون ثم ارتياح في التواجد مع مثل هذا التيار. يعني أن أبقى معهم فترة طويلة هذا من المستحيل، لأنه يعني الحياة معهم ترتبط بقيود كثيرة تتعلق بمحرمات كثيرة يعتقدونها، فلابد أن ترضخ وتذعن لهم ويعني تتبعهم في هذا الشيء، وهذا أمر مزعج كثيرا. يعني يحدث كثير من الإشكالات معهم بسبب المحرمات التي يعني يعتقدونها من الصور وتلفاز وأشياء كثيرة يعني يحيطونها بالتحريم، فلا بد لك أن تكون ترضخ لإرادتهم. الأستاذ خالد، يعني العالم كله يتحدث الآن عن دعم السعودية للجماعات الإرهابية في الخارج، في حين أنت الآن تقول أنها تسجن المتشددين الإسلاميين. يعني هل يمكن القول أن السعودية تحارب الإرهاب ولكن فقط داخل حدودها، أما في الخارج فهي أكبر داعم له كما الآن تدعي العديد من وسائل الإعلام وحتى سياسيا آخرها قرار الكونغرس؟ السعودية لا تحارب الإرهاب أبدا، السعودية تنافس الإرهابيين، تنافسهم على الوفاء للإسلام السياسي. فالحكومة السعودية تعتقد أنها أكثر وفاء للإسلام السياسي من المتطرفين الإسلاميين، فهي تستخدم هذا الفكر الذي يعني يؤمنون به جميعا. الفكر الوهابي هو مرتكز الإسلاميين ومرتكز الدولة السعودية، هم شركاء في الفكر، لكن يختلفون، يأتي الخلاف السياسي بينهم في الخضوع للحكومة السعودية داخل حدودها فقط، هو ما تختلف معهم فيه، لكن قد يعني توافقهم وتشد على أيديهم في ملفات خارجية كثيرة. هل التقيت كما سألتك بأشخاص معروفين أنا على صعيد العمل الحقوقي، على صعيد العمل السياسي، نشطاء معتقلين في سجن حائر، بل وحتى إرهابيين يعني متشددين إسلاميين؟ التقيت بكثير من المتشددين الإسلاميين، لكن أنا لم يكن لدي اطلاع يعني بتاريخ الحركات المتشددة داخل البلد، فما أعرف كثير منهم. بعض الحقوقيين والحسم أيضا سمعت باسم حسم داخل السجن، أنا لا أعرف شيء اسمه حسم قبل أن أدخل السجن، فسمعت بالاسم هذا داخل السجن وحدثني المساجين عن حسم، فتسألت ماذا يعني حسم، هل حسم شركة أو ماذا، فأخبرت تاليا أنها مجموعة حقوقية تعنى بالشأن السياسي داخل السعودية. التقيت بعضهم في المحاكمات في جدة، التقيت شخص يقال له البجادي في جدة في أثناء محاكمته، لم يكن اللقاء طويلا، كان يعني أيام، وتخللها فصل في الانفرادي،
التقيت أيضا بالسجين الودعاني الدوسري. نعم. الذي خرج في الأسبوع الذي قبل خروجي ولا يزال مسجونا. نعم. كان في وضع سيء وكان يقول أنهم قد أتوا به يعني عذبوه وأرسلوه إلى مستشفى الأمراض العقلية حتى يثبتوا أنه مصاب عقليا، ثم أحضروه وكان في وضع سيء لعله كان قد أضرب عن الطعام، والإضراب يحدث كثيرا. أنا أيضا نفسي أضربت عن الطعام مدة ما يزيد عن 20 يوم لظروف السجن السيئة وتعذيبهم النفسي لي وعدم تمكيني من النوم لأيام طويلة. التقيت بإسلاميين يعني لا يحضرني الأسماء لأني لست متابع كثيرا لحركاتهم وأعمالهم، لكن كل أعتقد أن الإسلاميين اللي التقيت بهم كلهم يعني كان العلاقة بهم من أجل سجنهم، كان من أجل أفكارهم الذي يتفق معهم مسعود على هذه الأفكار، لكنه يعني يخشى خطرهم ويخشى تكوينهم جماعات داخل تعمل داخل السعودية. نعم. كيف تم إطلاق سراحك بعد أن قضيت في السجن أكثر من سنة؟ بعد عام وخمس أشهر تقريبا أو تزيد في رمضان، طبعا في مرات عديدة يخبرونك أنك ستخرج ولا يخرجونك من باب التعذيب النفسي، لدرجة أنك تيأس من هذا الموضوع، فكل مرة يقول لك أنك ستخرج تقول سيحدث مثل ما أخبرتوني عشرات المرات قبل ذلك ولم تخرجوني، لأن الأمور ليس ثم قانون يحكمها إلا رغبة وزير الداخلية يخرج يبقى، ليس هناك محاكم حقيقية، هي عبارة عن أهواء الوزير المسؤول، أخرجوا فلان أدخلوا فلان بدون محاكمات حقيقية وبدون يعني محاكم تفتقر لأدنى معايير العدالة ولا شيء. خرجت من السجن، كيف وجدت المجتمع السعودي السعودية؟ يعني في العام 2012 كانت هنالك في العام الذي سبقه انتفاضة في المنطقة الشرقية، ولربما حتى ما حصل في الرياض الدعوة إلى الخروج في يوم الغضب هي تزامنت مع الانتفاضة اللي كانت جارية في المنطقة الشرقية واللي تواصلت لأشهر بعدها. خرجت أنت في الخارج، كيف كنت ترى الوضع في السعودية في ذلك الوقت وخاصة كان الملك عبد الله هو الحاكم؟ نعم، لما خرجت من السجن طبعا بعد تغييبي لعام ونصف تقريبا، يعني بدأت أنظر إلى الواقع وإلى المنطقة الشرقية وما يحدث فيها من مظاهرات ومطالب حقوقية يعني من يضطهدون بسبب مذهبهم في المنطقة الشرقية، ويعني كان يتم شيطنتهم إعلاميا وداخل السجن وخارجه، كانوا يتحدثون عنهم بأسلوب أنهم يعني ليس لهم قضية عادلة وأنهم ليس لهم أي حقوق وهم يحظون بكل يعني بكل حقوقهم، لديهم حقوقهم كاملة، لكن يعني أنهم تابعين لإيران وأنهم يعني ينفذون أجندة إيران من أجل شيطنة مطالبهم العادلة في يعني أشياء يعني يحق لأي إنسان أن يطالب بها داخل وطنه. نعم. كيف تلقيت ذاك الوقت اعتقال الشيخ النمر من تم؟ يعني هل كان لديك اطلاع عن اعتقاله، عن دوره، كيف تم الترويج لعملية اعتقاله؟ اعتقال الشيخ النمر لعله حدث وأنا كنت
داخل السجن الحائري وأحيط اعتقاله يعني بهالة أنه قام بعمل إرهابي وحمل السلاح وحارب وقاوم الشرطة ورجال الأمن أثناء اعتقاله. طبعا الرواية من طرف واحد من طرف السلطة، يعني لا صوت داخل ذلك البلد إلا صوت السلطة، الإعلام يروج لروايتهم حول إلقاء القبض عليه وحول جريمته. ماذا عن المتشددين الإسلاميين في السجن؟ كيف كانوا ينظرون للشيخ النمر؟ يعني عندما تذكر أخباره. طبعا المتشددين الإسلاميين كان فريق استئصالي، يعني أي إنسان يختلف معه في الفكر أو في المنهج طبعا يستأصله مباشرة، فما بالك في المذهب، يعني يختلف عنه في المذهب فهو لا يستحق الحياة. بالعكس كانوا يطالبون بزيادة الضغط على الإخوة في المنطقة الشرقية مجرد اختلاف المذهب بينهم وبينهم، فهم معتقلون يعني. نعم هم معتقلون. يعني المحطات المهمة، أنت بعد خروجك من السجن وقبل يعني خروجك من السعودية، يعني تقاربت 4 سنوات تقريبا قضيت أو أقل من 4، كان من أهمها عملية التحول في السلطة، وفاة الملك عبد الله وتولي سلمان ومحمد ومحمد بن نايف ومقرن في البداية، وفيما بعد صارت حرب اليمن، وكذلك انخفاض الأسعار، يعني أسعار النفط، التدهور الاقتصادي السعودي، يعني هاي نرجو أن تحدثنا عنها، عن انطباعاتك عن ما كان يجري في المجتمع السعودي حيال هذه الأحداث، ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.